السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الفيديو راح نواصل الجزء الثاني من مشروع الأصيص الكبير دي. اليوم راح نبتدي نملأ الأصيص بالمواد. وطبعا أعيد وأقول اللي تابعوني في حسابي في الإنستغرام بدأوا يشوفون ملامح بعض الأمور وبدأوا يشوفون بالذات هذه الخشب اللي موجود عندي، والحين راح تتضح عندهم الصورة. فعندي هذه قطعة الخشب، أو عندي كذا قطعة من الخشب. هذه هو جذع شيرة عندي في البيت قصصته. ومثل ما ذكرت في فيديو ثاني في الماضي إنه راح أستخدم أسلوب الهيوغل كالتشر في هذه الأصيص، أو في مشروع مستقبلي ما كشفت عنه. فاللي ما شاف فيديو الهيوغل كالتشر ممكن يرجع ويشوفه، وراح يطلع عندكم أيضا رابط في أعلى الشاشة يتكلم عن موضوع الهيوغل كالتشر، ممكن ترجعون وتشوفونه. فأول خطوة راح أسويها إني راح أحط هذه قطع الخشب في أسفل الأصيص. الفكرة من الهيوغل كالتشر أو قطع الخشب هذه شيئين: أولاً إن أضيف مواد عضوية كبيرة تتحلل على المدى الطويل. يعني لما نقول مدى طويل إحنا نتكلم على مدى ما بعد الخمس سنين، يعني فراح تتحلل على المدى الطويل جداً. فهذه شيء الأساسي. الشيء الثاني إن تساعدني إن أملأ الأصيص الكبير دي أو أي مساحة عندي، إذا كانت حوض أو حديقة أو أي شيء، بدل ما أستخدم مواد أكثر تكلفني أكثر، أستخدم الخشب والقطع العضوية الكبيرة هذه على أساس أنها توفر مواد عضوية وتملأ المساحة أكثر. وهذه راح تغذي المواد أو العناصر الحية أو الكائنات الحية في الحديقة، وراح تتغذى عليها. وأيضا الخشب ذي راح يصير مثل الإسفنجة ويشرب الماء ويمسك ماء كثير في الأصيص، فراح يساعد رطوبة التربة وأيضا قوام التربة والميكروبات اللي في التربة. فهذه بالذات حق اللي يزرعون بشكل عضوي طريقة ممتازة. هذه أول خطوة راح نسويها اليوم، إن احنا راح نحط الخشب وبعدين راح نملأ الأصيص، وأيضا في خطوة بعدها راح أتكلم عنها. أيضا عندي هذه قشر الخشب أو الغلاف الخارجي من الخشب راح أضيفه، وهذه راح يتحلل بشكل أسرع فيساعد عملية التحلل أيضا، بس مجرد راح أكسرهم قبل. فالحين بهذه الطريقة تقريبا هذه وصلت إلى تقريبا خط 80 لتر. طبعا راح نملي هني، فراح يصير فيه تربة وكذا، مع الماء والري وهذه، فراح تحتكر الرطوبة شوي وتبتدي لي عملية التحلل. الخطوة اللي بعدها إني راح الحين أبتدي أضيف خلطة التربة، ولكن في الطبقة التحتية أول شيء راح أحط كمية من البيت موس على أساس تكون عندي رطوبة عالية في الأسفل، وبعدين راح نبتدي نستعمل الخلطة العادية اللي دائما أستخدمها للتربة. وأيضا راح يطلع عندكم رابط في أعلى الشاشة لخلطة التربة العادية اللي دائما أستخدمها. فراح أول شيء أضيف البيت موس. مثل ما احنا شايفين في مسامات كثيرة، فأحاول أنزل البيت موس بقدر المستطاع، لأن أنا عارف أنه ما تشرب في كل المسامات وراح ينزل أكثر. تقريبا رجع الى مستوى 80 لتر، ولكن للحين اعرف ان في مسامات لان التربة للحين قاعدة تنزل في محلات. اللي راح اسويه اني راح شوية اروي على اساس ان البيت موس يبتدي ينزل في المسامات ويبتدي يتشرب، وبعدين راح اضيف الكمية الباقية على المواد. الخطوة اللي بعدها مثل ما ذكرت اني الحين راح ابتدي اضيف تربة مخلوطة، وراح اضيفها الى حد تقريبا هذه تقريبا اتوقع هاي 160، هاي يمكن تكون 200 لتر، راح اوقف عند 200 لتر واخليها.
فراح أضيف المواد وراح نرجع لها بعدين. الحين مثل ما احنا شايفين ان التربة وصلت تقريبا الى مستوى 200 لتر، انا رويتها بعمق، والحين قاعد الماء شوي ينزل من الاصيص، قاعد يطلع من الاصيص لان رويتها بشكل عميق جدا. مثل ما احنا شايفين الاصيص جدا كبير فيستوعب مياه كثيرة. فاللي راح اسويه الحين اني راح استمر في الري لفترة على اساس شوية التربة تنزل، اشوف مستواها لما تنزل اكثر، يعني راح يكون كذا أسبوع راح أخليها على حالها ومجرد أروي وأخلي التربة تنزل أكثر. الخطوة التالية اللي راح أصورها لكم مع الوقت إن شاء الله اللي هي أني راح أحفر من الحديقة بعض ديدان الأرض، لأن عندي في الحديقة الحمد لله ديدان الأرض، فراح أشيل منها بعضها يعني كمية بسيطة 4-5-6 وراح أدفنها في الأصيص هذه، وراح تقدر تتغدى لأن هذه تربة أصايص وبيت موس وعندي الخشب داخل، فهي كلها مواد عضوية تقدر تتغذى عليها وتعيش فيها. وأيضا راح مع الوقت أضيف سماد عضوي، سماد الله يعزكم بقري للتجربة هذه. راح أحاول قد ما أقدر أن أخلي هذه التجربة عضوية قد ما أقدر، ما أوعدكم أنها راح تكون 100% عضوية، ولكن راح أضيف سماد بقري على أساس أيضا يحفزها على التكاثر في هذه الأصيص. إن شاء الله لما يجهز العنصر الثالث واللي هو العنصر الأهم من هذا المشروع راح نواصل التجربة فيه وننتقل للمرحلة الثالثة، وبعدين ندخل على المراحل اللي راح نفهم ليش هاي المشروع يختلف عن أي مشروع ثاني باستثناء حجم الأصيص وحجم المواد اللي قاعدين نستخدمها، وهذا اللي راح يبين بعد الخطوة الثالثة إن شاء الله، ففي الخطوة الرابعة أو اللي بعدها إن شاء الله. ف تابعوا السلسلة هذه وراح أبين لكم هذا المشروع مع الوقت، وراح نتابعه مثل ما قلت على المدى الطويل. ومثل ما قلت في أفكار كثيرة راح تدخل في هذا المشروع، مثل ما احنا شايفين الهيوغل كلتشر، العزل الحراري، ديدان الأرض في الأصيص، ففي أفكار راح أجمع كذا فكرة وأطبقها في مشروع واحد، وأتمنى إن شاء الله أن تكون نتائج ممتازة لهذه التجربة. فاللي عنده أي سؤال أو أي استفسار بخصوص هذا المشروع أو أي فيديو ثاني شفتوه أو أي موضوع ثاني، ممكن تتركون تعليقاتكم وأسئلتكم في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.